جينا بقى للتحدي الجميل اللي بيبين قد ايه الحب والتوافق والطاقه اللي عند الزوجات تجاه ازواجهم. وهنشوف بقى معانا النهارده فريده هتعمل ايه ولمية هتعمل ايه. بننشن فين؟ في الدماغ. في الدماغ على طول. واحنا بقى ايه قعده الاسره دي، اخباركم معايا ايه؟ جميل. جميله. جميل. هنشوف بقى الاجوان هتعمل ايه. نركز مع بعض، اقول مين يرمي الكره امتى. واحد، يلا. الله، حلو قوي. واحد، الله، حلو قوي. يلا نجيب الكور بسرعه، نجيب الكور بسرعه. برافو يا تمارا. اتنين، الله، يلا. اتنين، هتخش. دخل عارضه. ثلاثة، عارضه. ثلاثة على طول. ايه ده، ما تديلوش فرصه. يلا الكور. برافو يا توتا. اربعه، الله 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 الله. اربعه، الله الله الله. خمسه، الله، ماشي. يلا هنا. ستة، صون. ستة على طول. برافو، ماشي. سبعة، حلوة قوي اللي بيحصل. سبعة، اتنين صفر الفريق الأصفر. يلا ماشي، نجيب الكور بسرعة. فاضل كورتين، فاضل كورتين. 2-0، هنلحق نعوض. يلا آخر كورتين. ها ها، برافو. ها، الله الله. يلا آخر كورة. يلا بسرعة يا فريدة، أجري يا فريدة. أوبا، إيه ده، ماشي. يلا فريدة، 2-0 للفريق الأصفر. برافو جدا جدا جدا. ايوه هما الاصفر. والله هما الفريق الاصفر، انت مش عارف، انت الفريق الاحمر وخسران. الفريق الاصفر هو اللي كسب. يلا نخش على التحدي اللي بعده على طول. حماس رهيب وتوتر داخلين عليه في اللعبه اللي بحبها جدا جدا جدا. عارفين الجينجا صح؟ عارفينها كويس يعني؟ طيب عايزه بقى اقول لكم على حاجه. طبعا انا اقول لكم مين هيطلع وكده، بس يعني عشان انا بحبكم، الارض دي وانتوا داخلين وانتوا طالعين في المراحل الصعبه ناخد بالنا منها، عشان دي برضو جزء من ايه؟ التريكس يعني. اوكي؟ يلا على طول يا استاذ عيسى، اتفضل. الله يا عيسى، الله يا عيسى، يا اللي مركز. انت قلت لي بتشتغل ايه؟ جرافيك ديزاين. جرافيك ديزاين، قاعد بيديزاين. امال ايه؟ ثقه، ثقة رهيبة. شوف بقى ايه الثقة. ناخد بالنا واحنا بنتحرك يا هشام. ثقة تانية رهيبة. برافو، ماشي. يلا يلا يا ماما، يلا يا فريد. الادمنستريشن هيطلع علينا صح؟ يلا يلا. برافو، لا في ثقة هنا، حماس عاجبني. لم خدي بالك، خدي بالك يا ماما. كدي ايه؟ ماشي. امي حاضر يا حياتي، بوترك. ماشي شاطر. يلا يلا يا توتا، امشي براحة. حماس بس، يلا. لا مش براحة قوي. يلا يا تمارا حبيبتي، مشي براحة، ما تخش على الدايرة الصغيرة. ايوه كده، تمارا قاعدة مركزة خالص. حطيها مكانها يا تمارا، حطيها مكانها يا توتا كويس، حطيها مكانها جنبها كويس. شوف يلا يا كيتي، لغاية دلوقتي الموضوع مش صعب، الموضوع بيصعب بعد شوية يعني. خلي بالك يا كيدي، هتعمل حالا يا موسى. ماما بتقول لك من نص، ما هي هي ايد واحده طبعا، ايد واحده طبعا. برافو، سمعت كلام ماما، قلت لها من نص، خدت واحده من نص. برافو، جود جوب. خلي بالك وانت راجعه، تعال تعال، انا هحطها لك انا، بس انت اشيل اشيل والنبي لا اشيل. ماشي خلابي، ماشي. برافو برافو، اي والله شاطر. اشيلك تحطها ولا احطها؟ ماشي انا احطها انا، انت عايز. طب استنى بالراحه. لا العكس يا موسى، بالطول. بس
سيبها بقى كده بالراحه. انزل بالراحه. لا ما تجريش. ماشي يلا. ايه ده، انا هشيل برضو هنا. لا لا فوق. ماما بتقول لها فوق واللي تحت خالص. سمعت كلام بابا. برافو. بس الموضوع بقى خطر جدا. هتعرف تحطيها؟ ماشي والله برافو. ماشي انا بس هعدلها. ما تجروش. اتصعبت طبعا. يلا عيسى راح يطافي. الله جرافيك ديزاينر يا جماعه. بي ديزاين بي ديزاين بي ديزاين كده واحنا واقفين. شكلها هتقع. طيب يلا شيل. جرافيك ديزاينر اه بس مش على اي حد يعني. تعالوا نخش على التحدي اللي بعده على طول وكده يبقى عيسى اللي وقعها.